سلمى، كنت عايزة أسألك سؤال محرج شوية. إيه مواصفات فتى أحلامك؟ مواصفات فتى أحلامي يكون جدع وطموح شيك ورياضي، ويكون بلوندي لأني بحب الناس اللي شعرهم أصفر قوي وعيني خضرة زي زاك أفرن كده. عارف زاك أفرن؟ تتجوزيني؟ إيه؟ تتجوزيني؟ بس أنت متجوز؟ يعني عندي شوية مشاكل كده، احتمال مبقاش متجوز. تتجوزيني ساعتها؟ موافقة ولا ايه؟ موافقة. ايه؟ موافقة. انا كنت بقول كلمة كده ما كنتش مش متخيل ان انت ممكن توافقي. ايه ده، سبحان الله. انت موافقة بجد؟ اه. يا سليم بيه، انا كنت طالب طلب شخص قوي عند حضرتك. انت يا علاء، بعد ما انقذت سلمى بنتي لو طلبت حياتي انا مش هتاخر عليك. ما انا طالب حياتك. يعني ايه يا علاء؟ يعني طالب ايد الاستاذه سلمى. ايوه، بس سلمى دي اغلى من حياتي. يعني صنفها حضرتك زي ما انت عايز، بس انا يعني انا عايز اتجوزها. ايوه، بس انت كده فاجئتني، وموضوع زي ده انا لازم اقول لها واخد رايها. 99.9% موافقه بعون الله، ولو حضرتك تديني ميعاد عشان اجي اتقدم. ايوه، الموضوع ده سابق لاوانه. انتوا بتشتروا راجل يا باشا؟ امال ايه؟ بتشتروا رابسه؟ انت اكيد بتهزري. لا مش بهزر، انا بجد موافقه اتجوزها. ازاي وليه؟ وايه المشكله يا بابا؟ قولي لي سبب واحد يخليكي توافقي على واحد زي ده. عشان ده بجد اول راجل يحاول يضحي بحياته عشاني. ما هو مش معنى ان هو حاول يضحي بحياته علشانك يبقى هو ده الفارس اللي جاي على الحصان الابيض. انا موافق انه عمل حاجه كويسه، بس ده خلينا نشكره، نديله شويه فلوس، مش نتجوزه. بابا ده قراري. قرارك ده غلط، دي مش لعبه هتلعبيها وتجربي تشوف اذا كانت هتنفع ولا لا. He's the one. ما تخليش تجربه فاشله دي خليكي تاخدي قرار غلط يوصلك لتجربه افشل منها. ممكن ما تقلقش عليا، انا بجد عارفه انا بعمل ايه، انا مش عيله صغيره.